كويز. مجموعة من الأسئلة مريم تخمم مش بعرفش أجاوبني فيها. شكون اليوم تعتبر أحسن لاعب تونسي؟ تو البريود هذه؟ إيه اليوم. أنا عندي في الجينيسيس. أحسن لاعب في تاريخ تونس. في تاريخ تونس. القدمة؟ إيه. طارق ذيب. لاعب تو في البطولة التونسية تشوفه قادر ينجح في أوروبا. تو والله ممكن كشريدة اللي طوال. أقرب لاعب ليك شكون؟ برش. واحد سميلي واحد. كل مويبي به. شكون لاعب قوي فيزيكمون؟ والله ما عندي حدا فيك نقول على روحي انا. شكون لاعب كركار؟ مويبي. مويبي كركار؟ ايه كركار. لاعب خدام. خدام. عرفش والله برشا خدام راهو لا بصراحة سلام راهو هكا ندخل بعد. مش عامل مشاكل راهو كل اصحابي من بعد يقول لي شبيك ما جبتنيش. عرفش انا راهو مثنين ريتو يقلب في الاطوال. شكون أكثر لاعب عنده المعجبات؟ دايرين بيه هكا مويبي. افضل مدرب تونسي سيلاس عدريدي وفوزي بنزرتي ان شاء الله ما نسيش حتى حد وزاد روجينو ميرا. شكون مدرب عنده فضل عليك؟ قبل ما نعرفش برشا ممرنين راهو فضل ما نحب نسيرش في كل واحد هكا قعد في بالك واحد بركه آه. ممكن البريود الاخرانيه سيلاس عدريدي وقف معايا راجل وين في الملعب التونسي قبل ما نمشي للدوار مش بريود الاخرانيه بعد قبل اي هذيك قبل اقل شهريه خذيتها قداش؟ 500,000 طلعك للاستاد واكبر شهريه انا شوف انا اللي عملت كونترا بي في الاطوال ما باتش برشا على الكونترا في الاستاد حتى في الاستاد كنت ناخذ في شهريه به قداش؟ به اي قداش؟ نتاع واحد به فما 15 20 لا اقل لي استاد ما تعطيش عم نحكي لك الكونترا اللي في الاطوال ما باتش برشا على الاستاد باهي 12 ما فما برشا في الاطوال فما 12 اقل راه استاد ما تعطيكش نحكي في الاطوال قداش؟ في الاطوال اقل شوي 8 بريسك ماتش ما تنساش زمالك احسن ماتش لعبته برشا بريود اما ديما نحط الزمالك خاطر هذيك في جو سبيسيال نتاع زوز هداف بونتو ما تنساش كيف كيف الزمالك بونتو مزيان ماركيته الزمالك هو ديما الزمالك ديما الزمالك بونتو تمنيت لو كان كنت انت سجلته سجل واحد اخر ممكن حبيت يكون في الاطوال بوت والمثنين في الكوباراب الجمعيه الاقرب لقلبك اليوم الاطوال اكثر من استاد جمع الام هذيك اما انت تو تشكون هذيك جمعيه الام اما ديما الاطوال معزه خاص حاجه فيك ما تعجبكش غش احسن لاعب في العالم ميسي احسن مدرب جوارديولا انت جاي خام تقول زعما شنو يسالني يعلق نحضر لك من على يدك بكري انا كانت هذه الكويس